بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله تعالى عايز أتكلم عن موضوع بصراحة مرض من أخطر وأوحش وأقذر الأمراض اللي بيلهس وراها مزارع الخيار بأمانة عشان يكافحها. المرض ده هو يا جماعة هو البياض الزغبي، وما أدراك ما البياض الزغبي. ده المدمر بصراحة، اللي لو نزل بيت وما تلحقش أو خدنا بالنا منه بدري للأسف الشديد بيدمر الدنيا خالص. الأجواء المناسبة للمرض بتاع البياض الزغبي ده هو كالعادة وزي ما احنا عارفين بينتشر في الجو الرطب. يعني ايه الرطب؟ يعني الرطوبة بتكون عالية، وفي مدى حراري يا جماعة بينشط الفطر في مدى حراري من 10 لـ 28 درجة أو درجة حرارة مئوية. تمام؟ ده هو المدى الواسع لهو في الانتشار بتاعه، يعني من 10 لـ 28. دي المصيبة السوداء. ليه؟ لأنه بيجي لك في البرودة وجاي لك برضو في درجة 28، يعني يعتبر الجو حر، فالمدى واسع. في الفطر بتاع العفن الرمادي قلنا من 18 لـ 22، يعني تقريبا 4 درجات بيجي فيهم وبنسبه الجو دهوت. يعني لو الجو حر مش هيجي او هي ويحصل خلل للفطر بتاع العفن الرمادي ده. اما المشكله في دهو ان هو من 10 لـ 28، فالمدى يعني 18 درجه بيعيش فيهم الفطر ده اللي بيخلي خطورته بتزداد يا جماعة. تمام؟ يعني بيجي لنا في طيب عشان أقي نفسي منه يبقى لازم أتحكم في قصة الرطوبة، أتحكم في قصة الرطوبة سواء كانت الرطوبة الأرضية أو الرطوبة الجوية. ليه؟ لأن الإصابة بتحدث يا جماعة في رطوبة 100 درجة مئوية، من 90 لـ 100% من الرطوبة، وبينشط الفطر في رطوبة من 90 لحد 100% رطوبة. يعني تدخل البيت ما تقدرش تاخد نفسك من كتر الرطوبة الموجودة في الجو بتاع البيت. لما تدخل كده ما تقدرش تاخد نفسك، حاسس انك مخنوق، تعرف ان الرطوبة زايدة في البيت. تمام؟ طبعا في الجو الحر نسبيا هو بيتوقف تماما عن النشاط. طب القصة بتاعته ايه يا جماعة؟ ومعروف ان طالما قلنا البياض الزغبي يبقى البياض الزغبي دي للأسف، يعني احنا معظم اللي بيدرسوا زراعة في سنة اولى بيعلموهم العائلات النباتية. ليه عائلات النباتية بنعرفها يا جماعة؟ بنعرف العائلات النباتية عشان كل عيلة لها تقريبا الأمراض بتاعتها متشابهة، الزراعة بتاعتها متشابهة، يعني ماشية مع نفسها كده، تحس ان هي ايه عيلة، يعني تمام عيلة واحدة، فتلاقيها أمراضها متشابهة، الري بتاعها متشابه، يعني فيها شبه كتير في العمليات الزراعية بتاعتها وهي من بعضها. فالعائلة القرعية اللي هي بتضم الخيار وبتضم الكنتالوب والبطيخ والقثاء اللي هي القتة، يعني وقثائها وفومها وعدسها وبصلها في سورة البقرة، فالقثاء اللي هي القتة يعني، أو في ناس بتسماها العجور في صعيد مصر، ويعني لها أسماء كتير، فبتصاب كلها بالفطرة. ولكنه أخطر إصابة بتكون على الخيار والكنتالوب لوجود 5 سلالات ما بتصيبش إلا الخيار والكنتالوب. تمام؟ ما بتصيبش بقية العيلة القرعية. تمام؟ الأعراض بتاعة المرض ده يا جماعة بتبقى إيه؟ أنا بحب بصراحة شايف بداية القصة أهي، بداية القصة أهي اللي أنت شايفه قدامك دي، شايف بداية الإصابة أهي، دي بداية الإصابة يا جماعة. تمام؟ بداية الإصابة عندي بتكون أهوت المرض، الورقة السفلية من الورقة من أعلى عاملة إزاي، شايف البقع دي اللي هي زاوية، مش بقى
دايرة ولا حاجة، لا ده بيتميز بالزوايا. شايف الزاوية اللي هي عندها على السطح العلوي للورقة، شايف بتشاهد ايه؟ ماشي، شايف دي بداية الصوابة يا جماعة، شايف زي الزاوية اهي شغالة في الورقة، بتيجي على الأوراق السفلية الأكبر في العمر، وزي ما انت شايف على السطح العلوي للورقة بيظهر، أظن مش هقول لك أكتر من كده، يعني الزوايا اللي هي البقع الصفراء اللي هي الزوايا دي، تمام، بيقابلها على السطح السفلي مع اشتداد الإصابة، بيقابلها اللون الذهبي ده هو اللي هو بيحمل الجراثيم يا جماعة، تمام، اللي انت شايفه ده. النموات الذهبية اللي انت شايفها دي، عشان كده بيسموه البياض ذهبي، دي السطح السفلي، شايف الوضع بتقدم الإصابة، بتقدم الإصابة يا جماعة دي، السطح العلوي اهو، ورينا السطح السفلي بتقدم الإصابة، شايف بتقدم الإصابة اللون الأصفر ده هو بيتحول للون البني اللي انت شايفه ده، شايف حرق خالص اهو، حرق خالص، تمام، ده البياض الذهبي. اقول تاني، ده بداية الإصابة، تبقعات اهي زي ما حضرتك شايف على السطح العلوي على شكل زوايا ومحددة، تمام، زي ما تكون بمسطرة ومحدد انت اهو، بعد كده بيعم في الورقة اهو، بيزيد على السطح السفلي، بتلاقي النموات الذهبية اللي حاملة للجراثيم دهيت، تمام، السطح السفلي مع تقدم الإصابة بيحصل المنظر اللي حضرتك شايفه ده هو، الورقة ابتدت تتحرق خالص. طالما الورقة اتحرقت يا جماعة، مش هيبقى فيه غذاء اصلا للنبات، والنبات خلاص، مع يعني مع تقدم الاصابه في البيض الذهبي بالذات، للاسف الشديد الدنيا بتخرج عن السيطره. طب بيتنقل ازاي المرض ده؟ المرض ده يا جماعه من اخطر الحاجات اللي بتنقله. شايف الهواء، الهواء بينقل المرض ده، هو بياخد من النبات المصاب للغير مصاب، بس انا عايزك تاخد بالك، شايف الوضع كده، شايف الوضع تقريبا الورق محصل بعضه، لو في اصابه يا جماعه في نبات والتاني لا، او العامل مشي بين كده، الملابس بتاعته بتاخد بتاخد الجراثيم و بتبدا تنشرها في كل، يعني هو لو مشي من اول البيت لاخره، شايف مفيش طريق ليه بين الاوراق، ولكنه بيمشي بيسمح بالمشيان، الورقه ده بروح هنا وده بروح هنا، الملابس بتاعته وهو ماشي بتعمل لي مشكله وبتنقل لي الفطر. الهواء برضو بينقل، لو انا حاطط مراوح مثلا في اول البيت لاخره، فده بيعمل لي برضو مشكله في نقل الفطر نفسه، تمام. العمليات الميكانيكيه سواء الجمع يا جماعه، العامل بحط ايده على دي من المصاب والغير مصاب، فبيحصل لي مشكله كبيره جدا 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 في نقل الاصابه دهيت، العامل بينقل او بيقص ورق او بيعمل اي حاجه، المهم بينتقل من نبات لنبات عن طريق عمليات زراعيه، ان كان بربي الخيار او بيجمع او بيقص ورق اللي تحت بيقلم، فبيتنقل الفطر معاه زي الفل، ما فيش اي مشكله اصلا في دي خالص، تمام. طيب الوقايه ايه والعلاج ايه؟ الوقايه يا جماعه ان انا احاول اهدي الرطوبه الارضيه على قد ما اقدر، يعني الري يكون بحساب عشان ما زودش الرطوبه في البيت، حتى الجو بارد الجو حر، طالما ما فيش رطوبه في البيت كتيره صدقني مش هيجي لك البياض الذهبي، تمام. طيب تاني حاجه ان انا يعني احاول العامل لو دخل كده البسه قفاز في ايديه يجمع، يترمي القفاز، العامل في اليوم بتاعه ما يتنقلش من بيت لبيت عشان ما ينقليش بس المشكله والاصابه، طبعا دي حاجه صعبه شويه، ولكن احنا بنقول بنحاول يعني نهدي من العوامل اللي هي بتنقل المرض شويه، تمام. المرض اللي هو جه يا جماعه،
المفروض انت بترش وقائي حاجه زي الدياسين ام 45 كويس جدا، ممكن ترش توبسين برضو كوقائي كويس جدا، ممكن حضرتك ترش اي مبيدات نحاسيه زي الاكسكلور النحاس. في ناس بتقول لي اكسكلور النحاس دايما بلاقيهم يكرروها، اكسكلور النحاس بيعمل مشكله، اكسكلور النحاس بيعمل ايه، اكسكلور النحاس ما يعملش اي حاجه ولا مبيدات النحاس يعمل اي حاجه، اللي بيقول لي بوقف الزرع. انت لو التسميد بتاعك مظبوط وحاطط خدمه اصل مظبوطه لا هيوقف زرع ولا هيعمل اي حاجه، سيبك من القصص دي، مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله يعني. تمام. طيب لو جه المرض، لو جه المرض لابد تغسل بمادة الأكواجين برو، الأكواجين برو اللي هي موجودة عند حضرتك دهيت. كفانا الله وإياكم شر البياض الزغبي، خد بالك من الري بتاعك، اتحكم فيه كويس، هوي البيت بتاعك كويس، الورقة اللي خلصت تحت حاول تشيلها عشان التهوية تزداد تحت وتبقى زي الفل معاك، حاول تحط الملش، ودية الأهمية تحط ملش تحت، أنا مش حاطط بس أنا بقول لك حط ملش تحت عشان يمنع لك البخر بتاع المية اللي هو من الرطوبة الأرضية. حاول بقدر الإمكان تدي فوسفور عالي الفوسفور، سماد ورقي عالي الفوسفور، لأن عالي الفوسفور بيعمل لي خشونة للورقة بتاعة الخيار، وبالتالي بتشد شوية مع المدعو البياض الزغبي. ده كان حديثي عن البياض الزغبي، بنتمنى ان المعلومة تكون وصلت بأقل يعني مجهود من المتلقي للفيديو. واللي مش عارف اظن انا يعني بعد المنظر ده، انا شفت وريتك الاعراض بتاعت المرض في البدايه وعلى سطح الورقه وتحت في الورقه، لاحظ ان هو بيبدا من الاوراق المسنه، بس لو جه صدقني واشتدت الاصابه لا انت ولا انا ولا غيرنا هيقدر عليه لحد كده. وبنتمنى انكم تكونوا استفدتم المعلومه، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأخوكم رجب الشغراوي.